أنا اسمي طلال إبراهيم عابد البرديني، سكان غزة مدينة الشيخ زايد. أنا يا جماعة لما صارت اللي صارت هذا، رحت على الانصارات، شردنا في الانصارات من القصف والخبط والضرب، ومن الانصارات يابا توجهت لرفح، ومن رفح توجهت هنا للمنطقة هذه اللي اسمها إيش اسمها هذه المنطقة؟ ذكرني. تلة الدوير يابا. وهذه زي ما انت شايف الوضع وشايف حالتي وشايف هذاك. لما انا اجيت يابا على الحاجز، ابني حملنا على ظهره، الكروسة ما مشيتش فيها، كلها مطبات وكلها جوار، ما انتوا عارفين وايش ايش ايش الوضع. وانا والله يعني عانيت كتير وتعبت كتير، وزي ما انتوا شايفين حالتي، يعني شوف الخيام كيف وكيف عيشتي. ولما شتت الدنيا علي المرة هذه بهدلتني مظبوط يابا، والطينة والكذا على راسي، ويعلم الله بحالي. وهي هي حالي، هي موجود يابا، انتوا شوفوا حالي. وانا عندي اسره يابا كبيره يا حبيبي، مكونه تقريبا من 14 نفر، ويعني بقيتها على كل حال، يعني اقدر وانا بمشي على رجلي بقيت اقدر انا اساعد وهذاك. لكن الوقت الحالي والله ما انا قادر اساعد ولا كذا، وبدي حدا يساعدني يابا. انتوا شايفين وضعي، عيلة يعني أسرة في رقبتي هذه كلها، هي وإيش بدي أسوي؟ إيش مشلول يا حبيب؟ وين مثل شايفين أنا قاعد على الكروسة، لا شغلة ولا عملة، وزي ما أنتم شايفين وضعي. أيوة يابا وضعي يعني بلا موخة زي مبين ومكشوف. ولا حاجة. قبل ما صار الحرب بقى ابويا ايش زمان، بقى يشتغل والحمد لله قيم، بس مع الحرب ما قدرش ابويا ايش انه يكمل يروح ويجي ويمشي عند الحاجة تبع اليهود. المهم مزقوا في الكروسة، ما قدرش ايش انه ايش حاول معي يتعكز، حملته على ظهري ومشيت فيه. والله تغلبنا في الحاجز، حاجز انصارات، والحمد لله رب العالمين. وصلنا وين؟ في انصارات، وقعدنا عندنا سايبنا يمكن شهر ونص من دار المحارب، والحمد لله رب العالمين. انتقلنا لرفح، والحمد لله بقى زمان يخدمنا يروح ويجي ويمشي، بس الحمد لله انت شايف مريض صار مع خشونه في الرجلين، وبرضه مع البحث والدمار ما بقدرش يمشي بالمرة. أنا زوجته لطلال إبراهيم البرديني، إحنا سكان الشيخ زايد، وانتقلنا من الشيخ زايد لغزة، قعدنا مدة صغيرة من كتر الأحداث اللي صارت في غزة. نزحنا للانصارات عندنا سيبنا، وبعد كده صارت الاجتياح لمنطقة النصيرات، فطلعنا قعدنا يوم ونص في دير البلح، أسينا فيه كتير 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 في هاليوم ونص في هذا دير البلح. بعدين توجهنا للمنطقة الآمنة هي رفح، قعدنا حوالي برفح 4 شهور، بس لما صار الهجوم على رفح اضطرينا للنزوح. أقرب مكان لقيناه هنا إنه إحنا إجينا على الانصراط، وقمنا في تلة النويري عند شاطئ بحر الانصراط. في الانصراط قبل ما نطلع من الانصراط على دير البلح أو رفح، وإحنا ماشيين
ابن ابني هذا اتصاوب بشظية بإيده الشمال، فاضطرينا إنه عملوا له عمليات، فلقيته هو محتاج إنه يعمل عمليات. انقطعوا أوتار أصابيعه هدول التنين، هاي أوتار أصابيعه هدول التنين، فلقيته لسه بده عمليات علشان في عنده هنا ضمور وتقصير ما بينه، بقدرش الولد لقيته يحمل أي شيء. فبنستنى بعد قالوا لنا الحرب إن شاء الله بنعمل له عمليات بيحولوه لبرا بالمستشفى النجاح. وإحنا والله اضطرينا نعمل الخيم هذه من الإحرامات اللي جبناها معانا من ربغة، كل بطانية غير شكل عملنا هدول الخيمات، وأهل الخير تبرعونا بالخشب هذا اللي إحنا نعمله عشان للخيمة. وقبل يومين ثلاثة لما شتت الدنيا تبهدلنا بهدلة غير شكل، المطر يمرق علينا وتبهدلوا كل غراضنا، وكل أولاد صاروا بنقطوا مية وما فيش حتى، والله العظيم طلعنا من الشمال بواعي الصيف للأولاد ما في هدمة الواحد إنه يستر الأولاد. وبالمرة تبهدلنا هذه الخيمة هذه والخيمة هذه، لأنه هذا ساكن ابني بعياله ست انفار، وهنا بنتي بعيالها ست انفار، وأنا والحاج يعني إحنا حوالي 14 نفر بهدول الخيمتين. يعني صرنا يعيطوا الأولاد، يا ستو المية المطر، إحنا إيش نعمل؟ إحنا كنا متهنيين وقاعدين في بلادنا بالشمال بمدينة الشيخ زايد بشقة، وإحنا نهنى كتير 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 بهالمصيبة وبهالهم هذا اللي إجانا، ما كناش متوقعين هذا الشيء. إحنا هي جاي علينا فصل شتاء، وين إحنا بدنا نروح؟ وين وإحنا بنناشد يعني أصحاب الضمائر الحية يتطلعونا وينظرونا نظرة شفقة، يتبرعونا يجيبونا خيم إنه ننستر فيها، حتى لو بدنا إحنا نرجع أهل الجنوب للشمال مش حنلاقي كمان مكان إنه إحنا نقعد فيه. الخيمة ناخدها معنا مثلا من الجنوب للشمال ننصبها بأي مكان، هذا إن صح لنا إنه إحنا نرجع تاني للشمال.